في الأول إعدادي بنرحب بيكم على منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم، والنهاردة معانا درس جديد من دروس الهندسة. هنتكلم النهاردة عن التحويلات الهندسية. كنا الحصة اللي فاتت اتكلمنا يعني إيه تحويلة هندسية، واتكلمنا عن الانتقال. النهاردة بإذن الله هناخد درس تاني من دروس التحويلات الهندسية، هو درس الانعكاس. درس الانعكاس أنا عندي فيه جزئين. درس الانعكاس الجزء الأولاني احنا بنتكلم في الانعكاس في خط مستقيم، والانعكاس في خط مستقيم بيبقى فيه جزئين، في الانعكاس في المستوى خط مستقيم في المستوى العادي، وفي الانعكاس في خط المستقيم في محاور الاحداثيات اللي هو محور السينات ومحور السرط. ده احنا هناخده النهارده. يبقى الانعكاس عندي عبارة عن جزئين، جزء هو الانعكاس في خط مستقيم سواء في المستوى او محاور الاحداثيات، والجزء الثاني اللي هناخده الحصة اللي جاية بإذن الله هو الانعكاس في نقطة، سواء النقطة دي كانت برضو في المستوى أو الانعكاس في نقطة الأصل اللي هي نقطة واو في محاور الإحداثية. طيب يلا بينا كده. يبقى إحنا النهاردة في الدرس هنبدأ نتكلم عن أنواع التحويلات، أفكركم بيها، وهنتكلم عن الانعكاس في خط مستقيم سواء في المستوى أو محاور الإحداثيات، ويا ريت كمان نبدأ نتكلم عن محاور التماثل، ويا ريت نتجاوب مع بعض على الشات، وعايز كده تفاعل وكلنا مصحصحين مع بعض. نفتكر مع بعض يعني ايه تحويلة هندسية. تحويلة هندسية معنى كلمة تحويلة هندسية هي تحول كل نقطة نون في المستوى إلى نقطة نون شرط في المستوى نفسه. يبقى التحويلة دي بتحول نقطة لنقطة تانية أو لصورة تانية. طيب ايه هي التحويلات الهندسية؟ التحويلات الهندسية عندي حاجة اسمها الانعكاس. والمرة اللي فاتت قلت لكم الانعكاس هو عامل زي المراية، يعني عندي المثلث ألف ب ج لما بينعكس بيبقى صورته هو عبارة عن المثلث ألف شرطة ب شرطة ج شرطة. اتكلمنا عن الانعكاس، نفتكره مع بعض. أنا لما بكون واقف قدام المراية وبسرح شعري برفع إيديا كده أهو، أمسك المشط بتاعي، بلاحظ إن لما برفع إيدي اليمين بتبان في المراية كأنها إيدي الشمال، يعني الصورة بتبان إيه يا مستر؟ بتبان معكوسة. كويس؟ لما بقرب في المراية بلاحظ ان صورتي بتقرب، ولما ببعد عن المراية بلاحظ ان صورتي بتبعد. اهو نفس الكلام، لو انا بصيت عندي بالنسبة للمثلث لنقطة الف هنلاقي ان نقطة الف قريبة من عندي محور الانعكاس اللي هو بالنسبة لي هو المستقيم لا. طيب انا عندي الالف قريبة من محور الانعكاس، تمام، يبقى هنا قريبة من المستقيم لا، بلاحظ ان صورتها بتكون قريبه قصادها بالظبط، بتكون قريبه، لكن بالنسبه ل ب بتكون بعيده، فصورتها بتكون ايه؟ على نفس المسافه، بتكون برضو من الجهه المقابله اللي هو جوه المرايه. يبقى انا لما ببص جوه المرايه بلاحظ ان عندي الصوره لما بتكون قريبه بتكون صورتها قريبه، ولما تكون بعيده بتكون برضو الصوره معايا بعيده. تمام؟ طيب ايه كمان بالنسبه لي يا مستر؟ بالنسبه لنقطه ج هتبقى صورتها هي عباره عن النقطه ج شرطه. تمام، النقطة ألف بتتحول للنقطة ألف شرطة، والنقطة ب بتتحول للنقطة ب شرطة، والنقطة ج بتتحول للنقطة ج شرطة. دول كده المثلث، صور رؤوس المثلث اللي عندي ألف ب ج بتتحول لألف شرطة وب شرطة وج شرطة. طيب ده كان كده بنفكركم بالتحويلة الهندسية، واتكلمنا عن الانعكاس. الانتقال واتكلمنا في الحصة اللي فاتت، وقلت ان الانتقال هو انك انت بتحرك حاجة لحاجة تانية. لو انت محطوط القلم قدامك على الترابيزة ولا على الديسك بنقله اشيله احطه في مكان تاني، هي دي نفس فكرة الانتقال، حاجة بتنتقل من مكان لمكان تاني، زي عندي المثلث ألف ب ج. طيب لما بينتقل من مكان لمكان تاني بيبقى بنفس ترتيب رؤوسه. افكركم كده، تعالوا نرجع للشريحه اللي فاتت. الشريحه اللي فاتت لما اتكلمنا عن الانعكاس، المثلث ا ب ج بتحرك من الشمال، ادي نقطه ا لب لج، لكن الصوره عندي بتبقى معكوسه، ا شرطه بتبقى يمين والصوره، وبعدين ب شرطه شمال. انا هنا اتحركت ا من الشمال لليمين لفوق، هنا من اليمين للشمال لفوق، فبتبان الصوره ايه؟ معكوسه. لكن بالنسبه للانتقال عندي يا مستر، ادي عندي المثلث ا ب ج بينتقل بنفس ترتيب الرؤوس، برضو عندي ادي الف من الشمال لليمين وادي الف شرطه من الشمال لليمين، يبقى هو بيتحرك زي ما هو. ده بالنسبه للانتقال، نقطه الف بتتحرك بتبقى هي نقطه الف شرطه، ونقطه ب بتتحرك نقطه ب شرطه، وجيم بتتحرك جيم شرطه. وزي ما انتم شايفين الاسهم اللي موجوده عندي اللي بحرك بيها الثلاث نقط الف وب وجيم بتكون متساويه، معنى كده ان الالف والب والجيم كلهم اتحركوا نفس المسافه، كلهم اتحركوا ايه؟ نفس المسافة.
دي كده كانت التحويلة التانية. طب تعالوا نتكلم عن التحويلة التالتة، هي الدوران. والدوران دي هناخدها بالتفصيل إن شاء الله في حصة تانية بإذن الله، بس هناخد فكرة عنها. المثلث أ ب ج بيبدأ عندي يتدور، زي لما يكون مثلا قدامك الموبايل وأنت بتتفرج على فيلم ولا بتتفرج على حاجة، وبتدوس على مفتاح كده جوه الموبايل بيروح مدور الشاشة، بدل ما تبقى الشاشة بالطول بيخلي لك الشاشة بالعرض. ده اسمه دوران 90 درجة، بدل ما كان رأسي بتخليه أفقي. وفي برضه ممكن ندوره 180 270 وهكذا، هنتكلم عليه بالتفصيل في الحصص اللي جاية بإذن الله. طيب احنا النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن الانعكاس. زي ما قلنا في بداية الحصة، الانعكاس أول حاجة أنا عندي الانعكاس في خط مستقيم، لو عندي المستقيم لام وعايز أجيب صورة شكل عندي أو نقطة، وليكن عندي نقطة ألف، عايز أجيب صورة النقطة ألف بالانعكاس في المستقيم لام، هتبقى صورتها بالنسبة لي هي نقطة إيه؟ نقطة ألف شرط. لو نلاحظ كمان آخد نقطة ب، أهي هتكون صورتها ب شرط. إيه اللي إحنا ملاحظينه؟ ملاحظين إن نقطة ألف قريبة من المستقيم لام، فصورتها برضو كانت إيه؟ قريبة من المستقيم لام. ونقطة ب بعيدة شوية عن المستقيم لام، فالصورة برضو نفس المسافة بعيدة شوية عن المستقيم لام. يبقى القريب صورته قريبة والبعيد شوية صورته إيه؟ بعيدة شوية. طب لو خدت نقطة جيم، وهي نقطة جيم على المستقيم لام نفسه، الصورة هتبقى إيه يا مستر؟ الصورة هتبقى هي جيم نفسها، وهتبقى الأصل والصورة متطابقة زي ما كاتب قدامكم كده، إن الجيم تطابق الجيم شرط. أعرفها إزاي يا مستر؟ أقول لك بحاجة بسيطة خالص كده، لما تكون واقف قدام المراية وتروح حاطط صباعك على المراية، تلزق صباعك على المراية، كويس؟ إيه اللي نلاحظه؟ هتلاحظ إن نفس صباعك نفس الأصل هو هو بيبان الصورة، هي نفس فكرة الجيم والجيم شرط، الاتنين متطابقان. إمتى يا مستر؟ لما بتكون لازق صباعك على المراية نفسها. نفس الكلام لما تكون جيم تنتمي لمحور الانعكاس، فالجيم شرط هي نفسها هتكون الجيم. طب الخلاصة هي يا مستر، بنقول إن ألف لو كانت لا تنتمي للمستقيم لام، فإن لام هو العمود الذي ينصف الألف ألف شرط. أدي ألف لا تنتمي للمستقيم لام. طيب احنا هنوصل الالف بالالف شرطه، كويس؟ هنلاحظ ان اللام بيكون عمودي وبينصف الالف الف شرطه، يعني اللام بتكون في النص بالظبط، معناها ان المسافه من الالف للمستقيم لام بتساوي المسافه من الالف شرطه للمستقيم لام، وده احنا اللي اتكلمنا عليه من البدايه. نفس الكلام ده بالنسبه للبه، برضو البه لا تنتمي للمستقيم لام، تمام؟ فبنلاحظ ان المستقيم لام بيكون عمودي على البه به شرطه، وفي نفس الوقت بينصف البه به شرطه، معناها ان المسافه من به للمستقيم لام قد المسافه من به شرطه للمستقيم لام. وطبعا الجيم احنا قلنا عليها ان صورتها هتكون هي نفسها، يعني الجيم شرطه هي نفسها جيم. وبعد كده باذن الله ما تكتبوليش جيم شرطه، يعني ايه يا مستر؟ يعني الجيم هنقول الصوره هي نفسها، هي جيم نفسها. انا هنا بينتهي لكم عشان أبين لكم إن نفس الأصل والصورة هما الاتنين حاجة واحدة. آخد مثال، في الشكل المقابل أوجد صورة ألف بالانعكاس، ألف شرطة صورة النقطة ألف بالانعكاس في المستقيم لام. تاني أنا عايز صورة ألف شرطة، تمام؟ عايز ألف شرطة اللي هي صورة الألف بالانعكاس في المستقيم لام. آدي المستقيم لام عندك، وآدي نقطة ألف، كويس؟ آدي نقطة إيه؟ ألف أهي. عايزين نبدأ نشتغل بالراحة كده، ركز معايا عشان اللي أنا هقوله ده كلام مهم جدا. هنعمل إيه يا مستر؟ أنا عايز أجيب صورة ألف بالانعكاس في المستقيم لام، يعني عايز أجيب أدي الألف، عايز أجيب الألف شرطة في الجهة يمين المستقيم لام. هنعمل إيه؟ أول حاجة هنعمل حاجة إحنا خدناها من الترم الأولاني، هي إن أنت هتجيب البرجل بتاعك وتفتح البرجل فتحة مناسبة. هتقول لي يعني إيه فتحة مناسبة؟ هقول لك فتحة مناسبة معناها إن فتحة البرجل ما تكونش كبيرة خالص، بحيث لما تعمل قوس يبقى ما يلمسش الخط المستقيم، وما يكونش قصير على أساس إنك لو عملت قوس برضو ما يلمسش الخط المستقيم. عايز إيه يعني يا مستر؟ عايز الفتحة تكون مناسبة بحيث لما تعمل قوس يقطع الخط المستقيم في نقطتين، زي ما أنا عملت كده أهو. يبقى أنا هرسم قوس أهو، قطع الخط المستقيم لام عندي في نقطتين، كويس؟ أسمي نقطة منهم ب وأسمي النقطة التانية ج. بنفس الفتحة ما تغيرهاش،
بنفس فتحة البرجل ما تغيرهاش. هترتكز بسن البرجل الحديد عند نقطة ب وتعمل قوس تاني. تعمل ايه؟ قوس تاني اهو. وبعدين ترتكز بسن البرجل عند نقطة ج وتعمل قوس يقطع القوس ده. ودي هتبقى هي نقطة ألف شرطة صورة الألف. دي هتبقى ايه؟ ألف شرطة صورة الألف. الكلام اللي أنا قلته واضح؟ نراجعه تاني كده سريعا. هتفتح البرجل فتحة مناسبة، قلنا يعني ايه فتحة مناسبة؟ على أساس إن أنا أقدر ايه؟ أقطع الخط المستقيم في نقطتين. رسمت القوس قطع المستقيم في نقطتين، نفس الفتحة ما تغيرهاش، هترتكز بسن البرجل الحديد عند نقطة ب وترسم قوس تاني لتحت كده، وبنفس الفتحة برضو ما تغيرهاش، بقف عند نقطة ج وارسم قوس بالبرجل بتاعي بحيث إن الأقواس بتقطع بعض في نقطة. النقطة دي هتبقى هي الألف شرطة صورة الألف. تمام؟ ألف شرطة هي صورة الألف. بنلاحظ طبعا إن بيكون الخط المستقيم عمودي على الألف ألف شرطة، وفي نفس الوقت بيكون إيه؟ بينصف لي الخط المستقيم ألف ألف شرطة. آخد مثال تاني. إحنا جبنا صورة نقطة في خط مستقيم، تعالوا نجيب صورة إيه؟ قطع مستقيمة. بيقول لك في الشكل المقابل أوجد صورة القطع المستقيمة ألف ب بالانعكاس في المستقيم لام. آدي عندي الخط المستقيم لام، وعندي نقطة ألف، وعندي نقطة ب، وآدي الخط المستقيم عندي هو الألف ب. عايز إيه يا مستر؟ عايز صورة الخط المستقيم ألف ب بالانعكاس في المستقيم لام. هنعمل ايه يا مستر؟ هعمل نفس اللي انا عملته في الخطوه اللي فاتت بالظبط، بس الخطوه اللي فاتت انا عملته بالنسبه لنقطه الف، المره دي هعمله بالنسبه لنقطه الف وبالنسبه لنقطه ب. يعني ايه يا مستر؟ يعني هتفتح البرجل فتحه مناسبه، هتقطع عندك الخط المستقيم في نقطتين، وبعدين بترتكز بسن البرجل عند احد النقطتين وتعمل قوس، وبعدين ترتكز عند النقطه الثانيه وتعمل قوس. القوسين الاقواس هتتقاطع في نقطه، هتبقى هي نقطه الف شرطه صوره الف. نفس اللي انت عملته هتعيده بالنسبه للمستقيم ب، فهنرسم قوس يقطع الخط المستقيم لا كويس، وبعدين برتكز في نقطه التقاطع بنفس الفتحه واعمل قوس الناحيه الثانيه، وارتكز في النقطه الثانيه واعمل قوس الناحيه الثانيه، هتبقى عندي نقطه ب شرطه. هتوصل الالف شرطه بالب شرطه، هيظهر عندك القطعه المستقيمه الف شرطه ب شرطه اللي هي صوره القطعه المستقيمه الف ب بالانعكاس في المستقيم لا. طبعا انت لو كانت طول القطع المستقيمة ألف ب 5 سنتي هتلاقي الصورة بتاعتها برضو 5 سنتي، لو كانت الألف ب 3 سنتي هتلاقي الطول بتاعك 3 سنتي. ليه يا مستر؟ لأن الانعكاس بيحافظ على أطوال القطع المستقيمة. الانعكاس إيه؟ يحافظ على أطوال القطع المستقيمة. يعني يا مستر الجملة اللي حضرتك بتقولها؟ معناها إن طول القطع المستقيمة اللي عندي مش هيتغير، يعني لا هيطول ولا هيقصر. صور القطع المستقيمة اللي نتجت اللي هي الألف شرطة ب شرطة هي نفس طول الألف ب بالظبط. تمام؟ طيب ألاحظ طبعا زي ما احنا قلنا إن المسافة بين المستقيم لام بيمر ما بين في نص المسافة ما بين الألف ألف شرطة، وبيكون عمودي على الألف ألف شرطة، وفي نفس الوقت عمودي على ب ب شرطة وبينصف. دلوقتي احنا خدنا الانعكاس في خط مستقيم في المستوى. تاني انا خدت الانعكاس في خط مستقيم في المستوى. انا هعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ هاخد الانعكاس بس في خط مستقيم من محاور الاحداثيات. في خط مستقيم ايه؟ من محاور الاحداثيات. انا عندي الخط المستقيم الافقي اسمه س س شرطة، والراس اسمه ص ص شرطة. هنعمل ايه يا مستر؟ هنجيب الانعكاس في محور السينات. طيب نحله ازاي يا مستر؟ بالبرجل؟ لا مش هنشتغل بالبرجل، ده احلى من البرجل واسهل من البرجل بكتير. انا هدي لك قاعده، القاعده دي هتاخدها وتحفظها وتشتغل عليها. الانعكاس في محور السينات، لو انا عندي النقطه اسمها س وص وعايز اجيب صورتها بالانعكاس في محور السينات، هتبقى الصوره س وسالب ص وتحفظها. احفظها ازاي يا مستر؟ اقول لك احنا بنجيب الانعكاس في محور مين؟ السينات. السين ما تغيرهاش. لما يكون الانعكاس في محور السينات ما تغيرش السين، يعني سيب السين زي ما هي. ولما يكون عندك صاد اكتب المعكوس الجمع بتاعها. يعني لو كانت صاد يبقى سالب صاد، طب لو كانت سالب يبقى انت هنا هتجيب الصوره بتاعتها هتبقى موجب الصاد. يبقى الانعكاس في السينات ما بنغيرش السينات، لكن بنجيب ايه؟
المعكوس الجمعي لنقطة ص. تمام؟ زي لو انت عندك ادي نقطة، عندي ادي نقطة ألف، هنا عبارة عن 3 و2، صورتها طبقا للقاعدة دي هتبقى ايه؟ يا مستر حضرتك قلت مش هنغير السين، حلو، يبقى 3 وايه؟ ايوه، وسالب 2. ادي الصورة ألف شرط هتبقى 3 اهي وسالب 2 ادي اهي. ده يعتبر محور السند هنا كأنه هو المراية بتاعتي، فأدي الأصل ألف الناحية دي هتبقى الصورة فين يا مستر؟ في الجهة المقابلة من محور السند. تعالوا ناخد مثال مع بعض. أوجد صور النقط الموضحة في الجدول بانعكاس في محور السند. أنا بكتب لك القاعدة عشان نحفظها مع بعض، ده القانون بتاعي اللي إحنا هنشتغل عليه. في الامتحان مش هيجي لك. أنا كاتبه لك هنا في المسألة علشان لما يكون قدام عينيك واحنا وبنحل هتحفظه، لكن في الامتحان القانون ده مش هيجي لك. ادي الجدول اهو، عندك النقطه س وانا كاتب لك برضو القانون. هو هيجيب لك النقط، هيقول لك اوجد صور النقط الاتيه. انت هتعمل الجدول اللي انا عامله لك ده، يعني هو مش هيجيب لك القاعده وهو مش هيجيب لك الجدول، بس احنا بناخد تمرين مباشر كده عشان نحفظ القاعده بتاعت الانعكاس في محور السند دي كده مع بعض. أنا عندي نقطة ألف هي النقطة 1 و2. طيب صورتها هتبقى يا مستر؟ هنعوض في القانون ده. السين يا مستر حضرتك قلت ما بتتغيرش، حلو، يبقى ألف شرط هتبقى إيه؟ هتبقى 1 وسالب 2. أدي نقطة ألف أنا حطيتها على المحاور الإحداثيات، بمشي على الإحداث السيني 1 وبعدين 2، يبقى بطلع فوق في الجهة الموجبة لمحور الصادات وآخد الاتنين. دي هتبقى عندي نقطة ألف، دي هتبقى إيه؟ هي نقطة ألف. ألف شرطة زي ما حضراتكم قلت إن أنا هاخد أطبق للقاعدة بتاعتي، هتبقى 1 وسالب 2، أهي عندي هتبقى 1 وسالب 2. همشي على الأحداث السيني 1 وسالب، يبقى هنزل لتحت، أدي السالب 2 يا مستر، يبقى هي دي معايا نقطة ألف شرطة. طب تعالوا ناخد نقطة ب، سالب 3 وسالب 5. أمشي على محور السينات الأول، سالب 3 يبقى دي في الشمال يا مستر، ادي السالب 3. طيب وسالب 5 فوق ولا تحت؟ لا، السالب بالنسبه للصادات يبقى تحت، انزل لتحت كده بالراحه لغايه، ايوه، او لغايه السالب 5، بحط النقطه بتاعتي دي هتبقى مين يا مستر؟ دي نقطه ب، كويس، اللي هي الاحداث بتاعها سالب 3 وسالب 5. عايزين نجيب الصوره، هنطبق يا مستر في القاعده. حضرتك قلت يا مستر السين ما بتتغيرش، بنغير الصاد، حلو، يبقى السالب 3 هتبقى زي ما هي وموجب 5 اهي. دي مين يا مستر؟ دي ب شرط. طيب تعالوا نحطها على محاور الاحداثيات. امشي على محور الاحداثيات، سالب 3 يا مستر، طيب سالب 3 دي على الشمال وموجب 5، لا، الصاد الجزء الموجب لفوق، يبقى امشي لفوق، ايوه، لسه كمان لغايه الخمسه، هي احط النقطه، هي دي هتبقى نقطه ال ب شرط، اللي هي كام يا مستر؟ اللي هي سالب 3 و5. طب تعالوا ناخد نقطة ج، هي 5 و0، مكانها فين دي يا مستر؟ نشوف بالراحة كده، أمشي على الإحداث السيني لغاية الخمسة. طب وصفر؟ صفر بالنسبة لص هتقف مكانك ما تغيرش، آدي نقطة ج اللي هي معايا 5 و0، وأنا حاططها لك هنا بلون مميز عشان نقطة الجيم لما بتكون على محور السينات، تعالوا نشوفها كده، السين ما بتتغيرش، طيب يبقى الخمسة هتفضل زي ما هي، والصفر هناخد السالب بتاعه، هو في حاجة اسمها سالب صفر يا مستر؟ الصفر ليس له معكوس جمعي، يبقى هتفضل زي ما هي 5 و0، يبقى الجيم هتبقى صورتها نفسها. أنا ميزت لك اللون بتاعها هنا، يبقى أي نقطة على محور الانعكاس صورتها هي نفسها. زي لما بتحط صباعك على المراية زي ما شرحتها من شوية. طيب احنا كده خدنا الانعكاس في محور السينات، تعالوا ناخد دلوقتي الانعكاس في محور الصادات. القاعدة بتاعته هتبقى ايه يا مستر؟ قاعدة الانعكاس في محور الصادات لو انا عندي نقطة س وص، هناك يا مستر الانعكاس في محور السينات حضرتك ما كنتش بتغير السين، صح؟ الانعكاس في محور الصادات مش هغير الصاد، يبقى هاخد السين، اخد المعكوس الجمعي، يبقى سالب سين والصاد زي ما هي، يبقى عندي الانعكاس في محور الصادات الالف شرط هتبقى سالب سين والصاد زي ما هي. انا عندي نقطه اللي هي نقطه الف، وخدت نفس النقطه اللي كانت في المثال اللي فات اللي هي موجب 3 و2. طيب طبقا للقاعده دي هتبقى ايه يا مستر؟
حضرتك الانعكاس في المحور الصادقي يا مستر قلت هتغير السينات صح. طيب بدل ما هي موجب 3 هتبقى ايه؟ سالب 3، يبقى هي على الشمال المره دي سالب 3 والاثنين زي ما هي، هي فعلا دي نقطه الالف شرط. وادي محور الانعكاس. لما بيكون محور الانعكاس عندك بيكون الاصل والصوره واحد يمينه وواحد شماله، او بالنسبه للسينات واحد فوقيه وواحد تحتيه. كويس. لكن فانتبه قوي الجزئيه دي، ما نقولش الانعكاس في محور الصادات وتروح انت جايبه فوق وتحت السينات، فخلي بالك عشان ما تنساش الايه القاعده، افتكر زي ما انا قلت لك كده عشان ما ننساش. تعال ناخد مثال. اوجد صوره النقط الموضحه في الجدول بانعكاس في صاد. النقطه س و ص، انا برضو بكتب لك القانون في الامتحان، مش هكتب لك القانون، انا بكتبه لك عشان انت تحفظه. وديني برضو الجدول، مش بيدي لك الجدول كويس، ومش بيدي لك محور الانعكاس، انت اللي بترسمه، بيجي لك ورقه رسم بيانيه في الامتحان، انت اللي بترسم محاور الاحداثيات. المحور الافقي ده بتسميه س س شرطه، والمحور الراسي بتسميه ص ص شرطه، وبتمشي مع، بتجي لك ورقه رسم بياني بتمشي مع المربعات، يعني المربع كده نقطه صفر دي اللي هي نقطه التقاطع، هتمشي على اليمين دي الاعداد الموجبه، كل مربع هتحط تحته رقم 1 2 3 4 5 وهكذا الى ما لا نهايه. على الشمال هيبقى السالب 1 والسالب 2 والسالب 3 وسالب 4 الى سالب ما لا نهايه. بالنسبه للصاد هيبقى الجزء الموجب فوق، يبقى 1 2 3 4 5 6 الى ما لا نهايه. بالنسبة للصاد هيبقى تمشي كده لتحت، هيبقى سالب 1 سالب 2. وخلي بالك انت بتمشي مربع، اوعى مرة تمشي مربعين ومرة تمشي مربع ولا تمشي نص، لازم تبقى المسافات متساوية. تعالوا نكمل. عندي نقطة ألف هي النقطة 1 و2، طبقا للقاعدة يا مستر هتبقى ايه؟ هغير الأحداث السيني، يبقى ألف شرطة هي عبارة عن سالب 1 و2. أنا حطيت نقطة ألف أهي 1 و2، والصورة بتاعتها سالب 1 و2، تعالوا نحطها مع بعض. أمشي على الأحداث السيني، أدي السالب 1 وموجب 2 تبقى فوق أهي، يبقى أدي الألف وأدي صورتها. بالنسبة للصادات فعلا واحد يمين واحد شمال الصاد. أخد نقطة ب هي سالب 3 و3، أمشي على الأحداث السيني سالب 3 أهي السالب 3، وبعدين أطلع ل3 عشان موجب فوق، يبقى أدي أهي هنا دي نقطة ب، أدي نقطة ب. طيب وبعدين انا عايز الصوره بتاعتها. هنا اصلا القاعده يا مستر سالب السين وهي سالب، يبقى سالب السالب يبقى ايه؟ يبقى موجب، يبقى الب شرطه هتبقى موجب 3 و3. امشي على الاحداث السيني ادي موجب 3 واطلع فوق ادي 3 عندي، ادي دي نقطه ب شرطه يا مستر اللي هي صوره الب. اخد نقطه كمان اللي هي نقطه ج 0 وسالب 4، امشي على الاحداث السيني 0 يا مستر اهو، طب سالب 4 زي ما انا كده انزل لتحت ادي سالب 4 كويس، اكتب نقطه ج. انا بجيب الانعكاس في محور مين؟ الصادات. والنقطه على مين يا مستر؟ النقطه على محور الصادات، يبقى صورتها هتبقى ايه؟ من غير ما اعمل اي حاجه صورتها نفسها. طب تعالوا نطبق القاعده زياده التاكيد. السين هتبقى سالب سين والسين هي صفر، مفيش حاجه اسمها سالب صفر يا مستر، يبقى تنزل زي ما هي صفر، والصاد زي ما هي سالب 4، يبقى الجيم هتبقى صورتها نفسها. في نظام إحداثي متعامد أ ب ج د مستطيل، حيث أ هي 1 و1 والب 5 و1 والجيم 5 و4 والدال 1 و4. كويس؟ عايزين إيه يا مستر؟ عايزين صورة المستطيل أ ب ج د بانعكاس في محور السينات. عايزين نجيب صورته فين يا مستر؟ في محور السينات. نعمل ايه؟ بص يا ولاد، السؤال بيجي لك زي ما هو مكتوب كده، بيقول لك في نظام احداثي متعامد ا ب ج مستطيل، حيث ا كذا وب وج ود كذا. انت هتعمل ايه؟ انت هتكتب النقط دي في جدول زي ما احنا عملناها المره اللي فاتت، او هتجيبها زي ما هي. هترسم محاور الاحداثيات دي زي ما انا علمتك، خط افق وخط راسي، وتكتب الأعداد الموجب على اليمين والسالب شمال والصفر في النص، وبالنسبة للصادات الموجب فوق والسالب تحت، اوعى تكتب غير كده. وبعدين أحط النقط عندي، نقطة أ هي 1 و1، أمشي على السينات 1 و1 أدي نقطة أ، وبعدين نقطة ب هي 5 و1، أمشي على السينات أدي 5 وأطلع 1 دي نقطة ب، وج 5 و4، أمشي على السينات 5 و4 أطلع فوق أدي نقطة ج.
ونقطة دال 1 و4، أمشي على الإحداث السيني 1 وأطلع فوق لغاية الأربعة، دي نقطة دال. إحنا بنتكلم على مين يا مستر؟ مستطيل. يبقى ما تسيبش النقط دي زي ما هي. يعني إيه؟ هي أنا هتوصل ما بينهم، أوصل الألف للب والب للجيم والجيم للدال والدال للألف، هيظهر معاك المستطيل. عايزين نيجي بصورته بقى بالانعكاس في محور السينات. أجي أمسكهم نقطة نقطة، كويس؟ الانعكاس في محور السينات مش بتغير السينات، بتغير الصادات. طيب نقطة ألف اللي هي 1 و1، الصورة بتاعتها هتبقى إيه يا مستر؟ هنغير الصادات، هتبقى ألف شرطة، الواحد زي ما هو، وبدل ما موجب واحد في الصاد هتبقى سالب واحد. طب والب كانت 5 و1، صورتها هتبقى مين؟ الخمسة ما بتتغيرش، يبقى 5 وسالب 1. طب والجيم يا مستر؟ كانت 5 و4، الجيم شرطة، هتنزل السينات زي ما هي، هتبقى 5، ونغير بقى الأربعة تبقى سالب 4. آخر حاجة أنا عندي نقطة دال اللي هي 1 و4، صورتها هتبقى دال شرطة 1 وسالب 4. يبقى أنا حفظت القاعدة وأطبقها، تمام. طيب بعد ما تخلص هنعمل إيه يا مستر؟ استنى، هنبدأ ناخد الصور دول وبرضه نبدأ نوضحهم على محاور الإحداثيات. ألف شرطة 1 وسالب 1، أدي الواحد وسالب بقى أنزل لتحت، دي نقطة ألف شرطة. بعدين ب 5 وسالب 1، أمشي على الإحداث السيني 5 وسالب 1 أهي، دي هتبقى نقطة ب شرطة. بعدين الجيم 5 وسالب 4، أمشي على الإحداث السيني 5 وسالب 4 أهي تحت، دي نقطة جيم شرطة. بعدين نقطة دال شرطة 1 وسالب 4، دي 1 وسالب 4. دول كده الأربع نقط بتاعتي، هم صور الألف وب والجيم والدال، أوصل ما بينهم. هيظهر عندي مستطيل، هيظهر عندي إيه؟ مستطيل، كويس؟ طيب إيه اللي إحنا نلاحظه يا مستر؟ إن المستطيل اللي طلع هو مطابق للمستطيل الأصلي، مطابق للإيه؟ للمستطيل الأصلي. طب المستطيل الأخضر اللي طلع ده هو صورة المستطيل الأصفر، كويس؟ هل اللي طلع الصورة اللي طلعت كانت مستطيل ولا اتقلبت بقت مربع؟ هل الصورة اللي طلعت كانت مستطيل زي الأصل ولا بقيت معين ولا بقت متوازي أضلاع؟ هي نفسها مستطيل. معناه يا مستر؟ معناه إن المسافة من الألف للب كانت مثلا، تعالوا نعدها، 1 2 3 4 وحدات، الصورة برضو أدي 1 2 3 4 وحدات، فهتبقى الصورة هي نفسها برضو، الأصل والصورة متساويين. يعني إيه يا مستر؟ يعني الانعكاس بيحافظ على أطوال القطع المستقيمة، أطوال إيه؟ القطع المستقيمة. طيب زاوية أ وب وج ودال يا مستر كلهم قوائم، طب والصور اتغيروا بقيوا حادة أو منفرجة؟ لا، برضو الألف شرطة والب شرطة والجيم شرطة والدال شرطة، برضو الزوايا قوائم. يبقى الانعكاس يحافظ على إيه؟ يحافظ على قياسات الزوايا. طيب كمان في حاجة تانية، إيه هي؟ أنت عندك هنا بالنسبة للمستطيل الألف ب يوازي الدال جيم. طب لما انعكسوا يا مستر، هل الألف شرطة ب شرطة بتوازي الدال شرطة جيم شرطة، ولا التوازي اللي كان موجود في الأصل ما بقاش موجود في الصورة؟ لا، موجود في الصورة برضه، لأنه مستطيل، كل ضلعان متقابلان متوازيان، أدي الألف شرطة بشرطة بتوازي الدال شرطة جيم شرطة، يبقى الانعكاس يحافظ على التوازي. طب يا مستر، ألف وراها ب وراها جيم وراها دال، طب ما تيجي نشوف هنا، ألف شرطة وراها ب شرطة وراها جيم شرطة وراها دال شرطة، يعني نفس التسلسل، والتسلسل اتغير؟ نفس التسلسل، يبقى الانعكاس يحافظ على إيه؟ الانعكاس يحافظ على البينية، الانعكاس يحافظ على البينية. دول عندي خواص الانعكاس، يبقى نحفظهم، يحافظ على أطوال القطع المستقيمة، يحافظ على البينية، يحافظ على قياسات الزوايا، ويحافظ على التوازي. تعال ناخد مثال تاني كده ونشوف المثال ده هيحقق نفس المثال، بس أنا جبت الانعكاس في الجزء اللي فات بالنسبة لمحور السنان، هجيبه دلوقتي بالنسبة لمحور الصادات. تعالوا نشوفه هيحقق برضو معايا الأربع خواص دول ولا لأ. يلا بينا. عندي أول حاجة صورة المستطيل أ ب ج د بالانعكاس في محور الصادات. هنعمل إيه يا مستر؟ هناخد كده جزء جزء. أنا عندي نقطة أ 1 و1 زي ما عملت هناك، ونقطة ب 5 و1 أحطها مكانها، ونقطة ج 5 و4، أدي 5 و4، ونقطة د هي 1 و4، وأبدأ أوصل ما بينهم، ظهر عندي المستطيل. عايز أجيب بقى صورته بالانعكاس في محور الصادات. القاعدة بتقول لي، حد يفكرني؟ الانعكاس في محور الصادات
مش بنغير إحداث الصاد، بنغير السين. كويس، طب يلا بينا ناخد نقطة ألف. الصورة ها انعكاس في الصادات، يبقى هنغير السينان، يبقى الألف شرطة سالب واحد واحد. هنا كنا بنقول ألف شرطة، نخلي دي ألف شرطة تاني. البي عندي خمسة وواحد، الصورة بتاعتي ب شرطة هتبقى سالب خمسة موجب واحد، بنغير السينان. الجيم خمسة وأربعة هتبقى الجيم شرطتين سالب خمسة وأربعة. الدال واحد وأربعة هتبقى الدال شرطتين سالب واحد وأربعة. تعالوا نحطهم على محاور الإحداثيات، الألف شرطة سالب واحد واتنين، أمشي على محور السينات، أدي السالب واحد أهي، وواحد لفوق، يبقى هي دي نقطة ألف شرطة، ألف شرطتين، ونقطة ب شرطتين سالب خمسة وواحد، أمشي على الإحداث السيني، أدي السالب خمسة، وأطلع فوق لغاية الواحد، أدي عندي ألف شرطتين، ب شرطتين. بعد كده الجيم شرطتين سالب خمسة وأربعة، أدي السالب خمسة وأطلع فوق لغاية الأربعة، أدي الجيم شرطتين عندي. آخر حاجة عندي الدال سالب واحد وأربعة، أدي سالب واحد وأطلع فوق لغاية الأربعة، دي دال شرطتين. أوصل ما بينهم، ظهر عندي المستطيل ألف شرطتين ب شرطتين جيم شرطتين دال شرطتين، هو صورة المستطيل ألف ب ج د بانعكاس في محور الصادات. يبقى خواص الانعكاس برضو اتحققت. ايه هم خواص الانعكاس؟ نحفظهم مع بعض. الانعكاس يحافظ على اطوال القطعه المستقيمه، والانعكاس يحافظ على البينيه، والانعكاس يحافظ على قياسات الزوايا، والانعكاس يحافظ على التوازي. على فكره عايز اقول لكم على حاجه، هم الاربع خواص دول هم اللي احنا خدناهم في الانتقال. يعني الانتقال برضو بيحافظ على اطوال القطعه المستقيمه، بيحافظ على البينيه، ويحافظ على قياسات الزوايا، ويحافظ على التوازي. يبقى نفس الخواص اللي موجوده في الانتقال هي اللي موجوده في الانعكاس برضه. بكده نكون وصلنا لحصتنا النهارده، اتمنى ليكم كل النجاح والتوفيق، ونشوفكم في حصه جديده، ودمتم في رعايه الله. كان معاكم امير جرجس، ومع تحيات الاداره العامه لمحتوى التعليم.